لازم نقولوا خسرنا المباراة اللي لازم نخسروها، لازم نقولوا هذه مباراة الموسم خسرناها. حمام سوسة لعب على أخطائنا، خذا 3 نقاط ويسحقهم لأنه احنا غلطنا خلصنا، ممكن كنا نجم نرجع في النتيجة، ولكن لا مش بالرندمو هذايا بالروح هذه النجم نرجع في النتيجة. على كل حال مبروك حمام سوسة، نتحملوا مسؤوليتنا احنا، لكن راهو حمام سوسة عاد مرة أخرى لعب على أخطائنا، عطينا الفرصة غلطنا ربحنا. مش هي الفائدة وقت اللي تكون عندك يوم تاع فرص وما تجسمش وما عندكش تكون يجسم ولا ما تكونش مركز، شنو الفائدة من بعد؟ معناتها مستوري سيزون ترميني نتاعو، معناتها نروح نشدو الدار. أنا اليوم نتحملوا مسؤوليتنا، أنا اليوم غلطنا في الماتش اللي لازم نشتغلوا فيه، خلصنا كاش.